السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سلسبيلة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفتنا غادي تكون عبارة على مايونيز سهل التحضير وكيوجد في دقيقتين. غنحتاجو في هذا المايونيز بيضة تكون باردة من الأحسن، واحد ضريز ديال التومة محكوك، راس معلقة ديال الإبزار، راس معلقة ديال الملحة، كاس ديال الزيت نباتية عبرته بهذا الكاس، معلقة كبيرة ديال الخل. نبدأ على بركة الله. غنخلطهم في الطراب الكهربائي. من بعد ما درت كاع المكونات بقى ليا هاد الكاس ديال الزيت، غادي نزيدو شويه بشويه باش يهبط فحال الخيط.